اهلا وسهلا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا رجعت لكم بالحلقه الثانيه من محل تيكي ماكس اللي ببرلين بالالستفيدر بلاتس. صاير مكانه، وانا هسه حاليا بقسم الاطفال مثل ما تشوفون. طبعا الحلقه الاولى صورت لكم بيها كل شيء، شغلات هوايه، بس احنا بالحلقه الثانيه هاي هنا شغلات الاطفال، العاب مال الاطفال موجوده، مال اطفال رضع يعني، مال اي شيء، واسعار يعني نص ونص. هاي مثلا 25 يورو، هنا العاب 15، يعني اشكال اكو العاب يعني مال اطفال رضع، او اكو واحد سنه مثلا صايرين يستوهم ملابس ب 10 ب 15 20 يورو يعني، تمام؟ هي ال 10 يورو تطلع تقريبا تقريبا 11 او 12 الف عراقي. ما عندكم العاب مات مال البنات كلش حلوه، فتشي روعه مثل ما تشوفون. ناقص مال الكتب مال الاطفال، علموا اللغه الالمانيه مثلا، تعليم اي لغه ثانيه. ناقسم الولادي، العاب الاولاد همات موجوده كلش حلوه. هاي هنا عندنا البريت، هاي اللي يمشون عليها بالرجل، همات موجوده، بس هاي مال اولاد يعني مال اطفال مو مال شباب. جناط الميكانو، الشغلات اللي يلعبون بها بالرمل هم موجوده، مال البحر وكذا. هذا الشارع تيكي ماكس، هذا صاير مقابل الكوفلاند اللي هو بالإلستفيدا بلاتس مكانه. هنا عندنا قسم الجنط، أسعار تقريبا 50 يورو، 50 56 70 أشكال حسب الماركة. هاي مثلا ماركة أمريكية سعرها 60 يورو، لأن ماركة أمريكية. يعني كل شيء موجود هنا. أنا عندك شغلات مال طيارة، سماعات مال مدري شنو، مال موسيقى، يعني هذا قسم منوع. هاي الجنط، أنواع الجنط مال لابتوب، شوف سعرها 145 يورو، ليش ما أعرف ماركة يمكن، بينما هاي وراها 15 يورو. يعني شوف ايش قدك فرق، 100 يورو، 140 يورو الفرق يطلع. هاي من جنط الأديداس موجودة، ماركات كلها يعني أشكال. ودشوفون اكو شغلات رخيصة كلش، واكو شغلات كلش غالية، مخبوط خبط أحزمة. هنا عندك أنواع الرباطات، هنا عندنا همات الشفقات، أنواع متنوعة من كل الدول، من كل الماركات الغريبة العجيبة. هاي ما تلعب اطفال هنا. بعدين ما تاخذكم ان شاء الله المحل كبير يبيع العاب مال اطفال كلش هواي. هاي طبعا ملابس الاطفال همات موجوده هنا، كل الماركات العالميه موجوده. هنا عندك همات ملابس رياضيه شبابيه، جواريب. هاي هنا الملابس الداخلية همات موجودة كلها، أحذية هاي يلبسوها بألمانيا هنا بالبيوت، تصير هيجي بيها فرو من الداخل كلش حلوة. هاي هنا عروض قناصل، اسعار تكون مختلفة يعني اشكال. اكو 20 يورو، اكو 50، اكو 60، اكو 70، كل شيء موجود. والشيء الحلو بيه انه بيه اقسام هواية، يعني بيه قسم مثلا
رجالي، بقسم نسائي، بقسم أطفال، بقسم الرياضة، حتى عازلي لك الأكس ال واحد، ال واحد، الام واحد، هاي الشبورت يعني مال الرياضة، يعني كل شيء معزول وحده، هاي الشورتات، البجامات، هاي عندك مال الشارع يقول لك تلبس للشارع مثلا، قميص، أقمصة حلوة، تيشيرتات عريضة، كل شيء موجود. تمام، هاي البجامات انواعها. طبعا هذا هنا أنا سالة، يعني هنا عرض موجود 18، اكو 15، اكو 10، اكو 5 اشكال حسب، لازم واحد يدور هواي. يلا يحصل اللي يريده. هاي هنا البناطير، الجينز مثلا، انواع كلش هواي حلوة. شوف، شايف هيك بناطير بحياتك؟ بناطير غريبة عجيبة بس كلش حلوة يعني. شوف هذا البنطلون الغريب، احنا بالمانيا مش عبالكم، فهد انواع غريبة عجيبة. او عندك هذا، يلا شايفين هيك انواع، بس اكو اشكال يعني، مو بس هالانواع، اكو انواع حلوة، اكو الوان ضحك مخبوطة خبط. هاي انواع القمصان، هم اشكال ورناب. خلينا ننزل لجوا ونشوف القسم مال مال النسائي، وبيها ما تقسم مال الأحذية، لأن ما شفت الأحذية لحد الآن رجالية، فيمكن خاليها بالقسم مال النسائي. فخلينا ننزل نروح نشوف القسم النسائي هذا، يا صورة تصوير سريع لأن نساء هواية، ويمكن من قبل ما صورها هنا صار مشكلة ما نخلق. طبعا انتم تشوفون قسم النسائي ما تبي قسم مال الرياضة، شغلات الرياضة، راح اوديكم اصور لكم همات مكان مال الرياضة كلش حلو، بي شغلات مال الرياضة كلش حلوة. هاي هنا المخدة والفراش اللي ينامون عليه ويسوون بي الرياضة، همات موجود. هذا شفوف يعني، هواي سوالف. سعرنا رخيص، هاي بخمسة يورو، سبعة، بعشرة، 18، 20، يعني رخيص بالنسبة للسوبر ماركتات البرة، هذا يكون رخيص مو كلش غالي، عرفت شلون؟ طبعا هذا التيكي ماكس صغير كلش حسب ما اعرف، او حسب ما هسه عرفت، لان ما بي احذية رجالية، ما العفو بي احذية. طبعا كلش حلو شغلة الأحذية، هنا أنا مكتوب الأرقام، يعني هنا مكتوب مثلا 233، هنا 34، 35، وأنواع من كل العالم موجودة. هذا رجالي مثلا هم موجود، هاي 41، هاي الشحاطات، طبعا كلها ماركات، هاي أكثريتها وغالية. اكو بيها مرخيص، انا هاي ب60، ب40، ب30، اكو ب20، اكو هم ب10 15، بس مو دائما، مرات تحصل يعني كاسعار. هذا اديداس همات موجود، نايكا، يعني باقي همات باقي مش اسمه العالمي، الماركات العالمية. بس هذا المحل التيكي ماكس حاليا بي بس هاي الشغلات، ما بي اكثر، حتى مال اطفال هم موجود. شحاطات كلش حلوة ورائعة. طبعا هم تبي هاي السماعات، هاي السوالف مال الموبايلات، مال هدايا، كل شي بيه. يلا طبعا راح ابدي انا هسه انهي الحلقة، واتمنى عجبتكم الحلقة مال اليوم والحلقة اللي قبلها،
وتحياتي لكم أصدقائي وحبايبي. كان معكم أخوكم مصطفى من ألمانيا برلين من فرومنسا جيرماني. لا تنسون التعليق والمشاركة بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. يلا مع السلامة. تابعوا الحلقات راح تيجي إن شاء الله، راح أسألكم حلقات كلش حلوة عن هواي شغلات برلين بألمانيا، مو بس بألمانيا مو بس برلين، وإنما هواي مكانات هواي دول هواي محافظات. فخليكم ويانا، مع السلامة.